أعزائي المشاهدين، أنتقل إلى الأخ جو وأرحب بك مرة ثانية أخ جو. معلش إحنا أهلا سيبناك عشان أخ قدس أبونا مالحة. That's okay. كان لازم يعني يرتاح لأنه تعبان. ونرجع على موضوع الاضطهاد وأسأل حضرتك، يعني وأنا أعرف أنك يعني لك معرفة كبيرة بجزء من التاريخ، هل هو يعني هل الاضطهاد مظهر من مظاهر يعني آخر الأيام، أو هل هناك مظاهر مرت بينا في التاريخ تبين إن إحنا وصلنا إلى آخر الأيام وده واحد من مظاهرها؟ نعم، شكرا أخ مدحت، وأحب أن أرحب بأعزائنا المشاهدين في نفس الوقت. كنت بس حبيت أقول كنت أعلم الأطفال يوم الأحد، وكنت أحفظهم آية، ويعني هذه الآية صار لها معنى اليوم أكثر بعد، اللي تقول أنا لا أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. ويعني أحب أقول لأخوتي الأقباط المسيحيين اللي في مصر وفي هذا، يعني أنتم ما استحيتوا بإنجيل المسيح وشفتوا أنه قوة الله للخلاص وثبتتم على كلمة الله. يعني من بداية المسيحية أجل اضطهاد على المؤمنين، مثل ما قال أبونا قبل شوية، يعني في لوقا، لو شفنا في لوقا إصحاح 21، التلاميذ بعد ما رب قال لهم ستأتي أيام، في عدد 7:21-7، ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا، وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو، والزمان قد قرب، فلا تذهبوا وراءهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون لهذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. ولكن لاحظ في عدد 12 يقول وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي. فمن أول شيء رح يصير، من أول علامات نهاية الأزمنة، هو الاضطهاد على المسيحيين، على المؤمنين. وتاريخيا يعني هذا الشيء صار، يعني التلاميذ اضطهدوا اللي في فترة إلى، يعني اليهود اضطهدوا المسيحيين إلى 70 بعد 70 ميلادية، إلى ما نيرو، أعتقد كان اسمه الإمبراطور، هدم الهيكل اليهودي. إلى ذاك الوقت توقف الاضطهاد، ولكن هاي من قبل اليهود، ولكن أيضا بدأ الاضطهاد مرة أخرى من قبل الرومان. وبعدين يعني في العصور المظلمة تقريبا 50 مليون، يعني هذا تاريخيا مدون أنه 50 مليون مؤمن قتل من أجل إيمانه في المسيح بسبب أو لآخر. وأكو يعني إحصائيات إلى هذه الأيام، أنه من سنة 1990 إلى الآن 160 ألف مؤمن مسيحي يموتون من أجل إيمان، يستشهدون من أجل إيمانهم في المسيح. يعني يقولون من سنة 1990 إلى الآن يعني 160 ألف شخص يموتون من أجل إيمانهم في المسيح. يعني يستشهدون يستشهدون من أجل إيمانهم في المسيح، يعني في الصين، في البلاد العربية. أيوة. يعني إذا نلاحظ في الأخبار دائما أكو اضطهاد في مكان أو آخر. في فيتنام يعني أكو مرات مكانات خاصة، لأن بسبب في القرن العشرين يعني يفكرون أو يقولون يعني أكو أكثر ناس استشهدوا في القرن العشرين من أي وقت آخر. تقريبا 70 مليون شخص
استشهد من أجل المسيح. اسم المسيح. فيعني فهذا نشوف يعني شوف شو يقول الكتاب المقدس. فيؤول ذلك لكم شهادة. فيؤول ذلك لكم شهادة. يعني احنا كمؤمنين يمكن حتى التلاميذ كانوا كلهم في أورشليم، ولكن بعد ما جاء الاضطهاد عليهم تشتتوا. تشتتوا في مكانات مختلفة، ولما تشتتوا بشروا بالإنجيل. وكان هذا شهادة للمسيح لما ماتوا من أجل المسيح. أكثر التلاميذ ماتوا من أجل إيمانهم أو استشهدوا من أجل إيمانهم، ولكن هذا كان شهادة للرب، كان هذا تمجيد لإسم الرب. يعني بدأت بالضيقة وبعدين انتهت بالشهادة. That's right. يعني بدأت بالصليب وانتهت بالقيامة. نعم. فالرب استخدم هذا لتمجيد اسمه. هذا يثبت يعني صحة الكلام اللي نقوله، صحة كلمة الله. يعني ليش هذول الناس ده يستشهدون إذا ما يؤمنون بهذه الرسالة؟ ليش يريدون يستشهدون من أجلها؟ ليش يعطون حياته من أجل هذه الرسالة؟ وهذا يعني ويمكن تفضل إذا عندك سؤال آخر تحب. يعني الحقيقة أنا كان عندي بس سؤال هسأله حضرتك على قصد الله نحو المؤمن، يعني ليه اللي بيخليه يمر بضيقة، ولكني أسمع الإجابة بعد ما أخذ. دكتور باسم عندك تعليق؟ لا أوكي. أخذ أبونا ميخائيل موجود معنا على الهاتف. أوتس أبونا ميخائيل مساء الخير. سلام النعمة. أهلا وسهلا. سلام النعمة. أهلا أهلا باسم ومدحت، شرفنا بيك أبونا. عزيز جو أفتكر الاسم مش كده؟ أيوة مزبوط. ربنا يبارك الاجتماع الحلو ده المبارك، ويبارك مشاعركم الحلوة ناحية الأقباط في مصر. Thank you. واهتمام الحقيقة المحطة بالأقباط باستمرار مع وتفاعلهم مع الأحداث. أنا أبريشيت جدا جدا الحقيقة المحطة وتفاعلها مع مصر ومع أقباط مصر ومع المسيحية في كل مكان. أنا لي الحقيقة سؤال للأستاذ أو دكتور باسم. نعم. أو مدحت. هذا اللي بيحصل في مصر، انا عايز اشوف الحقيقه راي كمان الاخ المبارك الموجود معانا موجود معاكم. عايز اسال سؤال، هل اللي بيحصل في مصر ده اضطهاد ديني ولا يعني عارف تقصيه او انهاء لوجود المسيحيين في مصر، وخصوصا ان اكبر تجمع مسيحي في الشرق الاوسط موجود في مصر؟ هل في خطه لاقصاء المسيحيين، وخصوصا ان في واحد جه مره بيقول اذا ما كانش عاجبكم الاسلام في مصر فما تروحوا اوروبا وامريكا؟ فليا الحقيقه هذا السؤال، يا ريت الاخوه الموجودين يدوني تصور عن هذا الموضوع. هل في خطه فعلا ضد المسيحيه في الشرق الاوسط وخاصه في مصر؟ اوكي ابونا سؤال جميل جدا، والدكتور باسم عنده الرد للاسئله. يعني انا راح انطي راي ابونا، انا ما اعرف 100% بس انا انطي راي حسب معلوماتي وحسب ايماني، على قدره ايماني. انا اقول انه العالم هو مسرح لحرب عالميه، وهذا الحرب هو ليس بين البشر وإنما بين قوة الخير وقوة الشر، بين الله وبين الشيطان، بين الظلام وبين النور، بين الموت وبين الحياة. والله طبعا يعني هو المسيطر، وكل الأحداث ما تحدث تحدث تحت مشيئته وتحت سيطرته، لكن قوى الشر تحاول باستمرار أن تدمر وتهلك، ولهذا الرب يسوع المسيح جاء ومات على الصليب وقام لكي يدمر ويهلك مملكة الشيطان. ناو أرجع إلى سؤالك أنه الخطة. نعم أنا أتفق. ده السؤال يا دكتور باسم، أنا ما بكلمش على الناحية الروحية دلوقتي، وحخش برضو معاكم في يعني في دقايق بالنسبة للناحية الروحية، ولكن الناحية السياسية، أو هل هناك خطة لإقصاء المسيحيين أو أسلمة الشرق الأوسط؟ ده السؤال من ناحية السياسية. طيب الجواب نعم، لأنه
المسيحيين هم الأقلية، ولأنه الاتجاه الإسلامي السلفي في حالة توسع وازدياد، وهذا التوسع هو عالميا وليس فقط مصريا أو محليا هناك. لكن لازم أنا أكمل العبارة الثانية، أنه مهما اجتمعوا ومهما اتحدوا ومهما تجمعوا ضد كنيسة المسيح سوف ينتهون بالفشل. خطتهم ليس لي شك يا دكتور باسم في هذا الموضوع. لا. ولكن أنا في تعليق بعد كده عايز أكمله. لا. إن هو اتكلمنا قبل كده عن وحدة المسيحية. الوحدة المسيحية ليست على السلاح زي ما هم بيفكرهم، ولكن وحدة المحبة والارتباط مع بعضينا والصلاة. يعني أنا نفسي مثلا نعمل يوم في الأسبوع نصوم فيه ويبقى فيه صلوات، ياريت يكون في وقت واحد، أو إذا ما قدرناش في وقت واحد يبقى فيه يوم فيه صلاة وفيه صوم. ياريت يكون هذا الموضوع دي كلمة الوحدة المسيحية لكي تقاوم الشر اللي انت قلت عليها دكتور باسم، أو الشيطان اللي هو فعلا بيعمل، وخصوصا بيحسد جدا أولئك المباركين في الكنيسة عموما في المسيحية وبالذات في الكنيسة القبطية اللي هي تعتبر من أوائل ثلاث كنائس في وخصوصا كمان مصر بالذات. الكرازة كانت من مرقس الرسول اللي هو يعتبر تلميذ للمسيح. فعشان كده قوة مهما كانت، زي ما انت بتقول حضرتك، مهما كانت قوة هؤلاء المتشددين واللي الشر مليهم، ولكن النعمة اللي موجودة في المسيحيين والقوة الغنية الموجودة في المسيحية وخصوصا الحقيقة في الكنيسة القبطية على وجه مش خصوص على وجه بالزيادة شوية الحقيقة، لأن كنيسة قوية، كنيسة أصولها وجذورها من مرقس الرسول وباقي الرسل. فأنا مطمئن طبعا تماما يا دكتور باسم، ولكن عايز أقول إن احنا محتاجين لهذه الوحدة، وحدة الحب، وحدة الصلاة، وحدة الصوم، لكي نواجه زي ما قال لنا المسيح له المجد، له كل المجد، هذا الشيطان لا يخرج، أو هذا الجسم الروح لا يخرج إلا أو يتركنا ويترك بلدنا ويترك حياتنا إلا بإيه؟ بالصوم والصلاة. تفضل. أوكي. طيب. ممكن أنا بس أريد أقول ملاحظة صغيرة. تفضل يا حبيبي. شكرا أبونا. أصلا هذه هي فرصة ثمينة الله أعطانا لنا نحن المسيحيين في مصر. العدو يتصور أنه راح يقضي علينا، العدو راح يتصور أنه هو في حالة انتصار، لكن العملية هي بالضبط بالعكس. كثيرين من الأخوان المسلمين في مصر راح يقبلون الرب مثل ما صارت عملية كنيسة سيدة نجاة في العراق. لكن أيضا تشبيه بسيط آخر، لما الرب يسوع المسيح كان معلق على الصليب بين مجرمين اثنين، أولا التلاميذ شكوا بأنه هذه هي نهايته، والفريسيين والكتبة كانوا يفرحون ويهللون، لكن السماء كانت ترى شيء آخر. ولهذا ما يجري الآن في مصر أو في أماء دول أخرى من اضطهاد للكنيسة، this is good news. وبسبب هذا، لأنه هي هذه مثل ما قال أبونا يوأنس، أنه من اختصاصنا أنه لازم نتحمل ونتألم ونحمل الصليب، هو هذا فخر لنا وهذا التاج لنا، ولهذا نحن رأسنا مرفوع، احنا ما نحمل السلاح ولا حتى نهجم بالكلمات، وإنما نصلي من أجلهم، لأنه هؤلاء يحتاجون الصلاة، لأنهم في الظلام، وإذا نصلي ونصوم هم يتوبون ويأتون ويصيرون مثل ما الرب غير شاول من شاول إلى بولس. نعم، أشكرك دكتور باسم. أستاذ أبونا مخيم، من فضلك خليك معنا على الخط، هناخد اتصال تليفوني دلوقتي وبعدين هرجع للأخ جو كان عنده تعليق برضو على سؤال أوتسك. أخ علوي معانا على التليفون، أهلا وسهلا. أهلا بيك، مساء الخير عليكم. مساء النور. مبسوط جدا من البرنامج، لأن حقيقي القناة الوحيدة اللي أنا شايفها، مش شكرا فيكم، لكن القناة الوحيدة اللي أنا شايفها بتتمسك بالكتاب وبتعليم الكتاب المقدس وكل الظروف الصعبة اللي بلادنا بتمر بيها.
أنا بس لي بعض الملاحظات سريعة، مش عايز أخد وقت طويل من حضراتكم. فضل. لكن أول السؤال المطروح في الحلقة، اضطهاد الأقباط إلى متى؟ إلى مجيء الرب، ومش هيكون أقل من كده. نعم. الحاجة الثانية، أنا تعليقي على قدس أبونا إن هو بيقول من الناحية السياسية. أنا نفسي أقول أبونا، طبعا أنا مع احترامي الشديد أنا مش بعترض، لكن نفسي بس أتكلم إنه إحنا مش موجودين في العالم لشيء مادي أو لشيء عالمي أو لسياسة أو لنمتلك أرض. إحنا موجودين على الأرض زي ما الرب أرسلنا، زي ما هو جه وأخذ تلاميذه لرسالة معينة وأرسلهم أنهم يكرزوا باسمه للخليقة كلها. إحنا ده وجودنا على الأرض، إن إحنا نكرز ونقول أنه قد اقترب ملكوت، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. أمين. اضطهاد، حرق كنائس، كل دوت ده دعوة من الرب لينا، للناس اللي لسه ما فقتش، والناس اللي لسه، الخدام اللي لسه ما قاموش علشان ينشروا كلمة الرب. دي دعوة لينا إن خلاص الرب على الأبواب، الوقت مقصر جدا، وإن كان الرب بيضع أثقال على متوننا دوت علشان إحنا كمؤمنين اللي الرب وضع على فمهم الرسالة يخدموا ويبشروا الناس اللي لسه ما سمعتش ولسه نايمة في العسل وتأجل. لا، مفيش وقت للتأجيل، لكن الوقت أصبح مقصر جدا جدا جدا. أنا طبعا حزنت من يعني حزن شديد جدا لما ألاقي ما فيش داعي لذكر أسماء، ألاقي بعض القنوات أنه يطالب حماية دولية، وبنطلب حماية من بشر، وبنطلب حماية من أمم متحدة، وبنطلب حماية من أمريكا. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ هو في إيده أمرنا، لا أمم متحدة ولا بشر ولا عالم ولا أمريكا ولا الدنيا كلها. وبعدين حربنا زي ما قال الأخ باسم، أنا متفق معك 100% أن حربنا مع جنود الشر الروحية في السماوات، وهي دي الحرب دي بين إبليس والرب. إبليس بيستخدم فيها أسلحته، لكن الرب بيستخدم فيها أولاده. ده شيء لازم نكون متيقنين منه. احنا مش عايزين، انا بتأسف جدا لانه القنوات، بعض الفضائيات والقنوات والمراسلين والاعلاميين اخذوا عنينا خالص من على الرب في الظروف الصعبة دي، وضعوها على البشر، وضعوها على الامكانيات البشرية والمظاهرات والمطالبات. ايه اللي هيفيدنا في الاخر؟ وهديكم امثلة سريعة جدا. يعني الكاهن ده اللي طلع وقال يعني احنا ما نقعدش ونسكت ونقول انه الرب هيفتح السماء وينزل لنا طلباتنا ولا طلباتنا، لازم نقوم ونصور ونتكلم. طبعا انا ضد هذا الامر تماما تماما تماما. الرب يقدر يعمل حتى ولو كنا جوه بيوتنا، وهدي امثله كتابيه ومثل كتابي او مثلين كتابيين ومثل عملي. المثل الكتابي، وهنشوف واحد مش قوي في الإيمان اللي هو لوط، لما جاله الملكين والشعب راح حوالين بيته، إيه اللي حصل؟ لوط قدر يدافع عنهم؟ لا، هجموا على البيت وهياخدوهم. الرب أصابهم بالعمى والملائكة أخذت لوط لجوه. يعني الرب يقدر يعمل بدون ما إحنا نعمل. ده مثل كتابي وبقولها مع مؤمن ضعيف في اللحظة دي. أنا هقول بقى حاجة عملية، ودي حصلت طبعا كلنا نعرفها كمصريين. نقل جبل المقطم ما كانش حصل مظاهرات وقلنا وطلبنا ملايين البشر يجوا يشيلوا جبل المقطم علشان يعملوا، الرب اللي شاله والرب اللي نقله. نمرة اتنين، لو كلنا حضراتكم كلكم شفتوا المعجزة بتاع طماف إيريني مع أبو سيفين لما حصل موضوع نقل سور الدير. هي كل الست الطيبة دي المباركة القديسة، أنها كل اللي عملته أنه صلت بدموع قدام الرب، والرب يظهر لمبارك، أي أبو سيفين، الرب يبعت أبو سيفين لمبارك يظهر ويأمره أن ما حدش يجي جنب الدير ده، يأمره أن ما حدش يجي جنب الدير ده، والمشير طنطاوي اللي هو موجود في الحكم حاليا ياخد الأمر دوت ويعلم إيه سبب هذا الأمر. هل هي راحت تظهرت؟ هل لجأت لزراع البشر؟ لا يا جماعة، من فضلكم احنا محتاجين نفوق، محتاجين نتوب، محتاجين نركع على ركبنا أمام الرب. احنا لما نبص للعالم والاخواتنا اللي بيروحوا السماء بدري، يا بختيهم، هيقعدوا مع الرب فترة أطول من اللي احنا هنقعدها. دول سبقونا، يعني فترتهم في السماء هتكون أطول مننا. أوكي؟ فالفكرة ان احنا فعلا هيكون لينا في العالم ضيق، لكن نثق انه الرب قد غلب العالم. امين.
اوريدي غلب، يعني احنا مش منتظرين نصرة، لا الرب انتصر. اشكرك جدا اخو علوي. امين. اشكرك جدا اخو علوي على المداخلة الجميلة، ويا ريت يعني انا بفكرك لو انت حضرت معانا الحلقة اللي كانت مع ابونا ميخائيل الاسبوع اللي فات ومع الدكتور باسم، طرحنا هذه المواضيع ويعني خلصنا الى اني يعني الصوم والصلاة واللجوء الى رب القوات هي أهم مظاهرة وهي أكبر مظاهرة. وقلنا أن الأمم المتحدة في هذه الحلقة أيضا، قلنا الأمم المتحدة مش هي سبيلنا ولا أي بشر هو سبيلنا ولا هدفنا. وقلنا أيضا أن كل اتكالنا على رب القوات، وإحنا ننتظر معجزة خاصة جدا لكل المسيحيين، ليس فقط أقباط مصر ولكن كل مسيحي العالم المضطهدين. والحل قلنا هو المسيح، وإن الحل هو المسيح. هو المسيح وليس الأمم المتحدة ولا الحكومات ولا السياسة ولا السلاح ولا الكلام الخشن، الحل هو المسيح. نعم. أشكرك مرة ثانية أخ علوي، ولسه أتسابونا ميخائيل معانا على الهواء. عشان الاخ يسهر خد جزء من اللي انا قلته وساب الجزء الثاني. الجزء الاولاني لما بتكلم على السياسه، انا بتكلم على عشان ناخد بالنا ان احنا نتجه للصوم والصلاه، وقلت ان احنا عايزين يبقى في برنامج كلنا متفقين مع بعض في واحده. يعني لما بقول موضوع السياسه انا مش بعدها انا عامل هايلايت على هذا الموضوع مهتم بيه ده. نو ابونا عفوا الاخ علوي ما كان يتكلم عنك. نو اتكلم عن عني ولا غير ده، عشان يبقى في مفهوم ان احنا كلنا في بوتق واحده من وفي قارب واحد من الايمان. ده اللي عايز اقوله له، كلنا مؤمنين فعلا بانه احنا اعظم ومنتصرين، زي ما قال بولس الرسول لما قال من زي افسرنا عن محبه المسيح، اجد شد ام ضيق ام جوع ام غاري ام خطر ام زفت ام اضطهاد، من اجل كانوا مات كل النهار ولكن يعظم انتصارنا بالذي احبنا. حبيبي احنا كلنا في بوتق في قارب الايمان، وكلنا بنعوم فوق كل مشاكل العالم وكل الصعوبات. ده انا عايز اقول لك حاجه الاخ علوي، عايز اقول لك ان العلاقه بين راسي وبين جسمي اضعف من العلاقه اللي بيني وبين المسيح. يعني بيني وبين المسيح علاقه اقوى ما بين راسي وجسدي. كلنا المسيحيين في هذا الايمان وهذا المنطق. اطمن جدا يا استاذ علوي، ونكون كلنا في واحده بنصلي وبنصوم، سواء تقدر تصلي لوحدك او مع الاخرين، يا ريت كلنا نبقى عندنا هذه الروح اللي هي تغلب فعلا كل قوى الشر في العالم. امين. اشكرك قدس ابونا. معلش قدس ابونا، يعني قدس كنت بتتكلم على نقطة هل هناك اضطهاد حقيقي للمسيحيين في مصر، والأخ جو بس عنده تعليق صغير على قدسك قبل ما أسمع. اتفضل أخ جو. نعم أخ مدحت، أشكرك أبونا. طبعا حبيت أن أرجع إلى السبب الرئيسي اللي ليش الناس العالم والأسلام واليهود يضطهدون المسيحيين، ليش يقتلون المسيحيين بالحقيقة. يعني ما أعتقد هم يكرهون الكراهيتهم هي مو ضد الأقباط، ولكن هم يكرهون المسيح ويكرهون رسالة المسيح، الرسالة اللي هي ممكن أن تخلصهم. هم ضد هذا الشيء لأن رسالة المسيح وإنجيل المسيح يبكت قلوبهم، يبكتهم على الخطية، أنه توجههم الى التوبه والى الايمان. فهم يرفضون هذه الاشياء، الرساله نفسها اللي ممكن تخلصهم وتعطيهم الحياه الابديه، هي هذه هم الشيء اللي هم واقفين ضده. ممكن بس شويه تصحيح، مو بالنسبه لك، بالنسبه للاخ المشاهد، لانه قسم من الاخوه المشاهدين اخواننا المسلمين ربما الان ما افتهم قصدك، لكن بس حتى أوضح كلامك فضل. إلى أخونا المشاهد المسلم أو أختي المشاهد المسلمة، أنه لما أنت تقول لأنهم ضد المسيح أو يكرهون المسيح، لأنه واحد من عندهم راح يقول أنه بالعكس، أنا بالنسبة لي أنا أحترم سيد المسيح وأنا أحب سيد المسيح لأنه واحد من الأنبياء. لكن حتى أوضح كلامك إلى أخوي المسلم وأختي المسلمة، أنه المسيح اللي جاي يتكلم عنه أخونا جو
هو يختلف عن المسيح الذي أنت تؤمن به حبيبي المسلم أو أختي المسلمة. فهذا الفرق حتى تكون على علم أنه المسيح اللي أنت جاي تؤمن به والمسيح الموجود في كتابك القرآن يختلف تماما. ولهذا جودة يقول أنه يكرهون، وهذه هي من أعمال الشر أو من قوى روحية شريرة جاي تضطهد أتباع المسيح الحقيقي وتكره ابن الله الحي. نعم تفضل. نعم يعني هذا هو في كرمدس الأولى صح 15 بولس يقول وعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل. شنو هو الإنجيل؟ أني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. فإيماننا أنه المسيح مات وقام، وكل شيء اللي نؤمن على المسيح هو حسب كلمة الله، لأن نؤمن أنه الكتاب المقدس هو كلمة الله. ولما دا نرفض كلمة الله احنا دا نرفض الله ودا نرفض المسيح في يعني في نفس الوقت. يعني ليش خلي يعني اريد نقول يعني حتى بالنسبه لنا العراقيين اللي هاجروا من العراق، يعني هسه اكو يوجد فد قد اخ باسم فد 250 الف عراقي الى 300 الف عراقي في ميشيغان مسيحيين. قصدك مسيحيين اراوند 250 250 الف يعني ليش هذول الناس هاجروا من العراق الى امريكا؟ هاي بس ديترويت، هاي بس ديترويت يعني الى ديترويت انت قول او الى امريكا. امريكا قول بامريكا حوالي 700 الى 750 الف. اوكي 700 750 الف، ما عدا كندا هذول مسيحيين. نعم من العراقيين من العراق اللي هاجروا من العراق الى امريكا. امريكا فقط. نعم شنو انت جاوبني يعني شنو السبب هذول الناس هاجروا من العراق الى امريكا؟ وبالنسبه يعني طبعا كنا نعرف تاريخيا انه العراق كان بلد مسيحي. يعني اول مره اخواننا المسلمين الغير متطرفين طبعا المثقفين الواعين هم راح يقولون يس احنا نعرف كل زين، لانه هم خطيه كانوا اقليه واضطهدوهم بسبب دينهم، يعني هم يعترفون بها سياساتهم حكوماتهم. بس المشكله هي اجين احنا ما نريد نحول الموضوع الى سياسه، احنا نريد نحول نقول انه السبب الرئيسي شنو. انت تفضلت قلت انه يكرهون المسيح. نعم يكرهون اله المسيح، ولانه نحن اتباع المسيح والاباء الكهنه اثنيناتهم شرحوا انه يجب بما انه ربنا ومخلصنا تحمل الصليب وكان اكو الم نحن اتبعه يجب ان نتالم، الاقباط يجب ان يتالمون، المسيحيين في العراق يجب ان يضطهدون. This is a historical story. مثل ما قال الأخ علوي بدأت أول ما يعني اضطهدوا مسيحنا وراح تنتهي إلى آخر يوم من نهاية العالم. فضل. That's right. صحيح. No, thank you. تفضل. أشكرك أخ جو. أسابونا يعني في نص دقيقة من فضلك كده أعطينا يعني آية أو آيتين فيها تعزية وتبين لنا الـ يعني الـ البركة اللي ممكن ناخدها في الاضطهاد أو في يعني هذه الظروف الصعبة. أنا عايز بس أقول حاجة قالها أيوب كلمة خطيرة جدا بالنسبة بالذات اللي احنا بنطلب من أجل الشهداء ومن أجل أسر الشهداء اللي هم تألموا من أجل من فقدوه من أعزاء. نعم. عايز أقول لهم أو يا أيوب قال كلمة خطيرة قوي، قال عندما يسقط لحمي أرى الله، يعني مجرد ما بياخدوا الرصاصة أو الضربة بينزل بيسقط الجسد فيروا الله. تخيلوا بقى يا أحبائي اللي أنتم متألمين وأنتم محتاجين لهذه التعزية أن هؤلاء الشهداء مجرد ما بيسقط الجسد بضربة واحدة أو واتفر بيروا الله. يا ده إيه المجد ده؟ الآية دي خدوها كتعزية حقيقية. وأنا شخصيا كنت فقدت إنسان عزيز، الآية دي بتعزيني جدا، عندما يسقط لحمي أرى الله. نعم وأقول أمين. الله أشكرك أستاذ أبونا ميخائيل عبد الملك،
أشكرك أستاذ أبونا ميخيل عبد الملك، كنت معنا من ديترويت، شكرا لك والرب يبارك حياتك. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معاكم من تلفزيون الفضائية الأرامية.